حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين مرة. من حديثي أبو بكر رضي الله عنه وممتوم صلى الله عليه وسلم أمسيما حكيك دمزينو نمالزينو نشرفينو نفيتكوفو كوينو كما أتكوفو وسيكوينو هي كتيكا مزيوينو هو تنبهيني aliyeshuhudia amfikishie asiyekuwepo aliyepokea hadithi kwa Abu Bakra akisema amesema kweli mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema maneno haya akayarudia mara mbili. Je, hakika nimefikisha? Imepokewa na Al-Bukhari.